الله ما كفايه هرتش يا جدع انت. مبسوط مبسوط. ايه مودي ايدي على فين؟ مبسوط مبسوط. مبسوط انك محبوس؟ ايه اللي مبسوط عشان محبوس؟ اهلي جوه بقالهم سنين ونفسي ازورهم مش عارف. ما كنت رحت لهم زياره؟ لا زياره ايه؟ زياره 15 دقايق. بقول لك اهلي اهلي عايز اقعد معاهم فتره طويله. انت ما تعرفش عملت ايه عشان خاطر اخشهم. عملت ايه؟ خد عندك تاجرت في المخدرات وكلفت نفسي، جم خد المخدرات وراح سايبني، عملت شقه دعاره كونتها من اي تو زد، من فرش وحريم ولبس، وفي الاخر جم خدوا الحريم وراحوا سايبني. امال انت جيت هنا ازاي؟ عارف الحته اللي هي عند بلد بلد الحته الصغيره دي؟ اه اللي هي العكس دي؟ اه خطفتها. وايه اللي حصل؟ ايوه اللي وقعت الداخليه كلها كانت قدامي. يعني انت ما اتحبستش في كل ده؟ اتحبست في دي؟ ليه بقى؟ عشان انا سعيد في الاول، فربنا جابها لي في دي. واهلك كمان دخلوا في دي؟ لا اهلي دخلوا سبوا قاصر. دخلوا ايه؟ سبوا قاصر. اه يعني حد ضايقهم فشتموه؟ لا خالص، هما بيحبوا السب والقصر. انا عيلتي بقى حاجتين اتنين بيحبوها، كبده الاسكندراني وسب والقصر. يصحوا الصبح يغيروا الروم على كبده اسكندراني وطول النهار سب والقصر سب والقصر. ياه وحشني يابا. وحشني سبك. وحشني يابا. وحشني قصرك.